أكد حزب التجمع أن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد مظهرا حضاريا للمصريين أمام لجان الاقتراع بكثافة غير مسبوقة. وأضاف حزب التجمع أن من أسباب هذا المشهد الرائع هو إدراك المصريين لخطورة اللحظة وأهمية الاصطفاف الوطني الحاشد نحو تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة باعتبارها المهمة الرئيسية التي تواجه منصب رئيس الجمهورية.